عندنا مسؤول على الصفحه تجاوبكم ان شاء الله، هذا رقم واتساب راسلوه ويجيكم باسرع وقت ان شاء الله، مده التواصل 3 ايام الى 5. يلا شلونكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ورجعنا لكم مره ثانيه ونعتذر عن القطاع، بس يعني اشياء مشاغل الدنيا عد حبيبتي. وشلونكم؟ ان شاء الله كله بخير. اذا انتم ما تعرفونا، انا حسين تي في وهذا اسمي، وهاي حبيبتي ومرتي مينا، واليوم جايبين لكم مفاجأة. مفاجأة شيلي يا حبيبي، هذا الشال اللي تشوفون، هذا الشال هاي شلون اشوف لكم اياه، قصته ونشوفكم شنو هنا، اللي حاب يبقى يعرف شنو هنا، وبعدين اشوفكم الشال. اصدقائي جبت المينا من هذا الحجاب، فطلبته من بيش تركي. احنا شنو بيش تركي ياخذون بس توصيل 15 ليره مهما كان الكميه والعدد، فطلعنا صورنا فيديو قالوا نريد من هذا الحجاب اللي لابسته مينا، نريد من هذا الحجاب، نريد ماكو منه بالعراق كله وبتركيا بس هذا البيج الوحيد، طلبت منهم جمله ما قبلوا يعطوني، فهواي طلبوا من عندنا، جبت لكم من عندهن. اريد اقول لكم شيء، هذا الحجاب طبعا انا من النوع اللي ادور بالبيجات التركيه، بحوش يعني من بيج البيج من بيج البيج، فلقيت هذا البيج يبيع هذا الشال، بس قد حاولنا وياهم انه يعني يعطونا جمله ما قبلوا، او هم ما يبيعون جمله ما اعرف، بس هم مكانهم محافظه كلش بعيده، وردنا لون ابيض ايضا قالوا ما يصير هذا الموديل لون ابيض، اي قالوا كتبوا انه ماكو قماش مناسب للون الابيض، هيك شيء كتبوا. المهم من لبسته وشافوا بالفيديو البنات كلها عجبوا بي، ومن نشرت الفيديو طريقه الشد مالته وشون حلو هم ظلوا يدزون رسائل ووفرينا من عنده ومدري من هاي السوالف، يعني هاي كلها مع بنات تعرفوها. المهم يعني اني انقهرت، هواي بنات خطيه يعني ظلوا، وهو سهل ومريح للبنات. هسه راح اشوفكم مين شلون. وحبيبتي تحب الشيء مثلا من تجيبه تقول عليك الله خلينا نوفر للبنات خطيه، تدرون ليش؟ بس خليني اشوفكم بعق ماش شلون بارد. بس مو تشوفون انتم عبالكم انه هذا القطن بس شكل، لا هذا شلون يعني هو فيكت انه حاطين القطن حتى ما نحط دنابيس وما نسوي شيء ويضب، وهو هذا يوقف من وحده ويضب، يعني قد ما تريدين تضبي انت تضبي، فهمتوا شلون؟ فهو هاي فيكته وقماشه يجنن كلش بارد، يعني شلون قماش القمصان اللي نلبسها بالصيف؟ مع احتراماتي للكل، الكل انا يعني احترم الكل، اكو هواي بنات يطبون بس عافيه قولوا لنا اسم القماش، هن ما يعرفون بالقماش، بس ليش تسالون؟ احنا شيء اللي نجيبه لا تسالون عليه القماش، يعني اذا البس رجاء احنا شيء من نجيبه لنفسنا ما نجيب شيء مو زين، والشيء اللي نبيعه ما نجيب لكم شيء مو زين، نجيب لكم الشيء الراقي فقط، فلا تسالون على قماش ولا تعبون نفسكم، والله نصيحه، لان نتعامل ويا ارقى مصنع، صح اسعار شويه صعدت بكل الكره الارضيه، بس دنا نتعامل ويا مصنع راقي بيض وجهنا قدامكم، شلون نجيب لكم شيء مو زين تدللون علينا؟ وبالمناسبه هم مو مقبلوا يعطونا بس مفرد، فانا وحسين دزينا من كل لون اثنين، بعد دزينا من كل لون، مو كل الالوان، من كل لون اثنين، هذا اختاريت هناني، هو هذا الشال الوانه محدوده، يعني ابيض ما ابي، وانا اريد ابيض، لان انا بالصيف البس. المهم اللي حاب يحجز من هذا الشال اللي بس هذا اللي ترى موجودات بس هاي الكميه، وبعد يمكن ما يعطونا قالوا الكميه نفذت ما ادري، يعني اللي حاب يحجز هذا رقم الواتساب راسلونا على الواتساب او الرقم بالوصف همين او الحساب البيج بالوصف، اللي حاب يحجز خلي راسل بسرعه حتى اني راسل البيج انه يدزونا بعد كميات قبل ما يخلص العدهم، لان هو كاتب ما ادري ايش كتب، والله يقول اخر كميه ما ادري شو، اي اخر كميه فاز هسه خطيه قالت اريد اللون الوردي، حسين يقول لي قولي لها قولي لها انه موجود، قلت لا لا شوفه لان احنا نزلت هذا اللون اللي العارضه لابسته حلو، مثل كان خلص بوجي حطي كل لون على صفحه هذا السؤال كلنا فوق لون هذا الحني، انا طلبت هذا حسين قال لي اطلبي هذا، بس انا يمكن راح اخذ كلهم قدامك حبيبي والله، هذا الوردي الثاني مثل ما تشوفون دزيت وردي فاتح وردي هذا وماراني، شو لون الماراني حلو، وهذا الحني وبيجي، هذا مو بيجي هذا هيك على زنجاري، وهذا البيجي زيتوني دازينه بس واحد والاسود، هاي الوان دزينه طبعا هو بيني لي وهاي بس ما دزينه، لان انا قلت لحسين مو هو يلبسوني اللي هسه تلبسينهن وشوفي لهم اياه، هسه راح مين تلبسهن وشوف لكم اياهن واحد ورا واحد، احب اسوي شيء الوردي هسه شوفوا هاي مجرد نسوي لها هيك ضبوها انتم حسب ما تريدون، بعدين تسوون هاي حسب ما تريدون هاد لون هاي وكان الله مع المحسنين، لا تعب ولا شيء يا الله حبيبي ها
هسه مثل ما تشوفون هذا اللون الاول اللي هو هذا الوردي، اكو وردي فاتح وبيجي وحني وبيجي على خشبي ما اعرف المهم ما اعرف شو يسموه، وزيتوني واسود وماروني. بس راح البس لكم اياها البياض كلهن يا رسول حد ما اتعب. يلا اختار فاجو. انا بالتوصيل ابت ابي ابت شفت شلون؟ هاي مثل ما شفتوا هاي الجرس يعني كارغو يعني شحن توصيل مال البيج الماركات اللي احنا فتحناها من زارا من كل مواقع تركيا من شي ان من ترانديول تركيا هو مواقع تركيا من كل البيجات التركية وكل شيء تريدوه بتركيا وموجود بتركيا فاحنا دا نشحنه للعراق حسب طلبهم وبخمس ايام تستلمونه يعني هسه اكو فناجين اكو سماعات كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء مكياج اكثر شيء هسه من الماركات زارا تخفيضات ذا بودي شوب سيفورا ميبيلين شي ان شي ان هاي هاي مال مكياج انت شو معرفه ما ضبطت ما سويت هذا افتري فرة افتري هذا الفلتر طبعا هذا اللون مراهم ويا هذا بس عادي دا اشوفكم لان دا اصور كل الالوان هسه بس هذا يجنن بايع الكاميرا على العدسة هسه شوفوا هذا اللون الحني يلا هيش بس افتري حركي يلا عدلي هذا اللون الزيتوني مالته يجنن درجة مالته تجنن زيتوني طبعا ما بين الوان فدوة فدوة اروح انا للي ما يحب الماروني ويطلع يجنن عليه ما المهم اللون هسه هذا اللون الوردي هذا انا طرب عليه العشق مال مينة تحب اكثر مني تدرون تحبين انا هذا اللون يعني ما تخيل شوفوا ما تجاوب تحبين انا هذا اللون انت طبعا بس ما اتخيل انه البس غير الابيض والوردي يعني ما اعرف احس يطلع علينا شاذ اني بالصيف ما البس اسود حجاب اسود نهائي ما البس بالصيف ها حبيبي عجبك هذا اللون عجبني هذا هذا يلا ودي لك انت وهذا ما عجبني هقول لك كلنا عاجباتك يا روحي ما شو احنا راح نبيعهن لا عزلنا بس انه ترى ما نبيعهن والله نساعدهم ندزلهم يا من تركيا العراق بفلوسها والله بفلوسها يعني حتى هم دزينا قطعتين قطعتين اللي ما قبلوا يكون جمله فشو نسوي اللي قلت لكم خشبي هذا اللون حلو مشكله يلا اعيش وادور لكم اشياء غريبه تدللون ما دام مرتي موجوده بيجات التركيه كلها هكرها شلون اللون ترى الالوان التدرجات مالتها بالكاميرا مو نفس الحقيقه يعني هاي خلت تكون ببالكم يعني حصور نعرف العالم قدم لكم مينا الذكيه صفقوا لها هذا اللون الاخير ويبقى اللون الاسود لبسته من بدايه الفيديو لبسته اي راح ترجعين بي شلون تكملين الفيديو لا هاي تعبت والله تعبت الله يساعدها مثل ما قلت لكم اي احد يريد يطلب خلي يطلب بسرعه حتى دز لي البيج حتى يجيبوا لنا اياه بسرعه يعني احنا طلبناه البارحه اليوم جابوا لنا يعني احنا عندنا مسؤول على الصفحه جاوبكم ان شاء الله هذا رقم واتساب راسلوه ويجيكم باسرع وقت ان شاء الله مده التوصيل 3 ايام الى 5 يعني من تركيا للعراق 3 ايام تدللون علينا ملابس همين كل شيء موجود وتمرون امر ولا حد يقول مين اللابس تمنين هذا صار له سنتين هذا صار لا حد يقول مين اللابس تمنين هسه يعرفون كل شيء يجون هذا اللابس تمنين منين هذا قذيفه صار له سنتين أمها جابت اللي هي تحياتنا لأمها طبعا إذا قمي فديتها ولا حد يقول ايش وقت تجهز صورون جهاز البيبي لين وهسه وصلنا وياكم نهاية الفيديو اتمنى يكون عجبكم الفيديو عجبتكم الشالات واتمنى تستفادوا من هذا الشيء واتمنى يفيدكم واتمنى راح يعجبكم بس انا كلش خجلانه ما ادري ليش صار لي وايد ما حد يصورني صار وهم شيء السله ذيك ما حد يقول لنا شو تسوي هنا السله السلة وايجة وايجة وطلعت من جوا من الغسالة خما بالي من الغسالة انتوا ما تطلعون انتوا ما تطلعون مستعجل لا هم قصدي السلة طلعت وايجة هم ما يطلعون يفترون فالسلة طلعت حبة كثير اذا انا نسيت ارجعها ليش ما ترجعهاش هاي عدم مسؤولية شايليها الذنب ما ادري شنو هي هاي
شذب. وشو رايكم بشعري همين الزيوت اللي اذا استخدم هالشعري وسولفينهم على زيت مينا؟ زيت كلش زين وكلش يجنب على شعر حسين شلون صار؟ وعشان حسين شلون صار؟ شنو شكرا للام الزيت شكرا. والبيج على انستغرام راح يحط لكم اياه بصندوق الوصف وهم بالمال التعليقات تعليق مثبت راح يحط لكم الرابط مال البيج مالته وان شاء الله تستفادون وتدللون علينا غاتي. لا تريدون نصور فيديوهات يعني حبيبتي تعبانه واني عندي شغل وهاي فاطلبوا من عندها اذا وصل هذا الفيديو 5000 لايك اليوم وتكتبون المينا مينا ارجع يصورينا مينا راح ترجع تصوريكم رغم هي كلش تعبانه فاذا كتبوا لي شو هاي تصورينهم ما تخجلين خجليني يعني بس ما تخجلينهم خجلك انت بس ما خجل لا عادي اصور بس والله يعني كلش يعني مبين على وجهي كلش تعبانه ومقضيت اصلا اسبوع كامل على المنزل جوا بس قاعده هنا هسه راح انزل جوا يلا تدللين ما طول مبدله يلا روحي نزلي يلا حبيبي عاجز ابدل يلا راح ننزل جوا نصوركم شويه من هالفيديو هم يعني ويانا ايش تقولين يلا خلينا نروح نشتري شيء والله تدللين جوعان حبيبي فدوا اروح للجوعان اني ما احكي لكم الدكتوره اللي قالت حسين شمت بي يلا نقول لكم وصلنا نهايه الفيديو باي باي يلا مع السلامه.